فضيلة الشيخ، ما حكم حجز الأماكن في المساجد حيث أن بعض الناس يجعل له شيء يحجز به ثم يجلس في الخلف حتى يأتي الإمام ثم يتقدم؟ نعم. يحرم الناس هذا المكان وهو لا ينتفع منه إلا عند الإقامة. نعم. مع علمكم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، والأحاديث توحي أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصف الأول حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي أنه قال كنا حتى إذا قضيت الصلاة تبادرنا إلى السواري أو نحو ذلك. أفتونا مأجورين جزاكم الله. تحجير الأماكن في المساجد يرى بعض العلماء أنها جائزة مطلقا، سواء كان الإنسان في المسجد أو ليس في المسجد، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه أنه يجوز للإنسان أن يتحجر ومتى جاء دخل في مكانه. ولكن الصحيح أن هذا حرام وأنه لا يجوز أن يتحجر، لأنه يمنع غيره ما هو الأفضل، ولأن ذلك يؤدي إلى أن يتراخى هو أيضا في الحضور، لأنه إذا اطمأن أن مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأتي إلى متأخرا، ولأنه يترتب عليه أحيانا أن يؤذي المصلين بتخطي رقابهم إذا لم يكن للمسجد مدخل من الأمام. هذا الذي نراه في هذه المسألة. أما إذا كان الإنسان في المسجد بأن يضع شيئا يحتج به المكان وهو في المسجد فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يلزم منه تخطي رقاب الناس. وعلى هذا فإذا حجزت مكانا في الصف الأول ثم وصل إليه الصف الثاني إلى مكانك وحداه، فإنه يجب عليك أن تتقدم لئلا تتخطى رقاب الناس. ما لم يكن للمسجد أمام من القبلة تدخل منه فلا بأس. فالصحيح في هذا المسألة التفصيل أن من كان في المسجد فلا حرج لأنه حصل له التقدم، ولكن ربما الناس يلاحظ أنه إذا ابتعد عن الناس أخشى له في صلاته، أو ربما يكون ممن يجهرون بالقراءة فلا يحب أن يبقى في الصف الأول فيشوش على الناس، أو يحب أن يكون له مذاكرة في درس من الدروس يحب أن يكون بعيدا عن الصف. نعم.